خلوني انتقل بكم لموضوع يبدو في ظاهره مختلف الا انه في اصله متصل بنفس ذات الموضوع اللي بنتكلم فيه مع دكتور نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. ايه هو مسألة تنمية الاسرة ورفع معدل الوعي؟ هل يليق او متصور او يظن احد انه تنمية الأسرة وارتفاع معدلات وعي الأسرة المصرية بكل أفرادها على اختلاف بالتأكيد مراكزهم الاجتماعية من أب وأم أو جد وجدة إلى الأولاد أو الأحفاد خلانك وعمامك إلى آخره، هل أنت تظن أنه بلا دراما واعية مستقيمة سليمة ذكية هيحصل نمو أو زيادة وارتفاع في معدلات الوعي؟ استحالة. هل تظن أنه بدون وجود منصة قناة شاشة سمي زي ما تسمي دون أن هي تبقى ممتلئة، سواء إذا كان خد بالك الشطارة في أنه أنا أقدم لك المتعة أنك تتفرج على شيء ممتع ومسلي وجميل، بس كمان حتى وانا بقدم لك حاجه ممكن تبقى كوميدي فرس ثق انه اقدر دايما احط لك فيها شيء لطيف وجميل ورائع يفيدك في وقت من الاوقات، او هتتذكره في مرحله ما فهتشتغل بالطريقه دي حتى وهي مساله كوميديه جدا، اقدر اعمل لك ده في فيلم كرتون يعني توم وجيري يعني زي ما يطلع بقى ايا كان ميكي ماوس سمي زي ما تسمي مش دي المساله، زي ما بقدر أقدم لك ده في مسرحية كلاسيكية، زي ما أقدر أقدم لك ده في فيلم ناطق بالعربية أو بأي لغة أخرى، مسلسل، برنامج، حاجة توعوية إلى آخره. علشان أقدر أنمي الأسرة المصرية لازم نبقى دايما واعيين إنه يا جماعة اللي بنتفرج عليه بيأثر علينا كأبهات والأمهات والجدات والأجداد والأبناء والأحفاد، وعلشان ده يحصل لازم يكون في مسؤولية، يعني الإنتاج الدرامي أو الإنتاج التلفزيوني أو الإنتاج الإعلامي بشكل عام ما هوش مجرد صناعة بعمل بيها منتج أكثر من وراه، لا، الإنتاج الإعلامي هو صناعة الوجدان، صناعة الأفكار، إزاي أقدر أقدم لك منتج محترم وده مهم، منتج تبقى وإنت فتحه قدام حضرتك في البيت وانت بتتفرج ما انتش قلقان ان ابنك او بنتك وهو صغيرين او مراهقين لما يجوا يقعدوا جنبك ويتفرجوا انت مش مضطر تقفل المسلسل ولا البرنامج ولا الفيلم او تعمل له بوز خالص او تقول لهم كملوا مذاكرة او كملوا لعب وانا هبقى جيلكوا خالص، تبقى انت امن نزلت من بيتك وعيالك قرروا يفتحوا واتشت تبقى انت حاسس بالامان، تروح شغلك وانت حاسس ان الولاد لما يجوا يفتحوا منصة واتشت هم هيتفرجوا على حاجة مسلية وممتعة ومحترمة بين قوسين كبيرين وبالتأكيد هتبقى مفيدة. النهاردة اتعمل مؤتمر صحفي لمنصة واتشت وكان بحضور الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعني رئيس مجلس الإدارة بنفسه بتاع المتحدة حضر هذا المؤتمر الخاص بمنصة واتشت. واتشت دي هي المنصة بتاعتنا، بتاعتنا مش يعني الشركة المتحدة، بتاعتنا احنا، بتاعت مصر اللي في يوم من الأيام هتبقى بتاعتنا احنا العرب، اللي في يوم من الأيام هتلاقيها بتنطلق لتنافس بإذن الله منصات عالمية طول ما هي بتشتغل بمنتهى الإخلاص والدأب على إنتاج إعلامي شديد الجودة، عالي الجودة، رفيع الجودة، وأيضا شديد الاحترام. النهاردة تم الإعلان في هذا المؤتمر الصحفي عن خطة منصة واتشت، خطة التطوير في هذه المنصة الرقمية الشهيرة واللي قدرت إنها تحتل مكان كبير في وقت قصير جدا. الخطة بتاعة الفترة الجاية يتم أو تم إعلانها في هذا المؤتمر. قالت سيدة نشوى جاد رئيسة مجلس إدارة واتشت بقى إنه في هذا المؤتمر اللي بيحمل عنوان بداية جديدة إن المحتوى المقدم، وده اللي بقوله لك بقى وده كان المهم، المقدم على هذه المنصة منصة واتشت آمن جدا، مش آمن بس، آمن جدا،
انا من الناس اللي بتحب دايما تدقق المصطلح وما بحبش زلات اللسان. اه والله ما فيش حد فينا ما بيقعش يعني في زله لسان كده ولا كده حتى لو دون قصد، لكن الشطاره دايما هو تدقيق المصطلحات. فسيده نشوى جد قالت لك ايه؟ قالت لك امن جدا، يبقى خليك مطمن للعائله، مناسب لكل الاسره، وبالتالي تقدر الاسره ترك اولادها للمشاهده بامان. من ناحيه تانية استاذ حسن عبد الله رئيس مجلس الاداره وجه مجلس اداره بقى الشركه المتحده المالكه لمنصه واتشت، وجه خلال كلمته في هذا المؤتمر شكر بالتاكيد للحضور، شكر لفريق عمل واتشت. ليه؟ على المجهود الكبير اللي بيبذل وراء تطوير هذه المنصه في رؤيتها الجديده. تسالني رايك ايه؟ اقول لك انا متفائل، ومتفائل جدا، لان انا تابعت قدر من التطور اللي عمال بيحصل في واتشت من وقت اطلاقها حتى هذه اللحظه. واتشت مش بس اصبح لها ماركت شير محترم، لا، واتشت كمان قاعده عماله بتجدد في نفسها. المساله مش في انها تحصل على جانب جيد من كعكه المنصات، هي المساله انها تحصل على جانب رفيع من جوده المحتوى. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. أنا هنا لمجرد حاجتين محددين، الشكر لحضراتكم على وجودكم، إن أنا أوصل لحضراتكم اتجاه الشركة المتحدة بالاهتمام بالديجيتاليزيشن رقمنا، وإن أنا أوصل لحضراتكم إن البداية أو اللي حصل ده كان مجهود كبير قوي أنا بنفسي لمسته، وأحب أتقدم بالشكر لكل فريق واتشت، زائد اللي أهم من كده كمان جميع العاملين اللي ساعدوا من خارج واتش دول، هم فعلا اشتغلوا 24 ساعة، لكن كمان كان في طلبات أو شغل من حاجات تانية من شركات أخرى في المجموعة، فأحب أتقدم بالشكر لكل واتش أجان وكل اللي تعاون في ده. عن الهوية الجديدة لمنصة واتشت بشكلها الجديد اللي بتجمع ما بين الحضارة المصرية من خلال عدد من الأفاتارز اللي احنا أتحناها، من خلال عدد من الفيتشرز الجديدة اللي احنا أتحناها للمستخدم، بحيث ان هو يقدر ينعم بمشاهدة ممتعة بشكل سلس أكتر، بديزاين مختلف يقدر ينافس، نقدر نقول النهاردة بثقة ان احنا نقدر ننافس مع المنصات المتواجدة والمنصات العالمية. أتحنا ليه كمان محتوى مختلف وجديد من أعمال واتشت الأصلية، إن شاء الله ينزل معانا بكره، فاتمنى ان هو يكون يعجب وينال المشاهد اعجابه. يعني الحاجه الثانيه طبعا زي ما حضرتك كنت بتشير، احنا بصدد عقد عدد من الشراكات ان شاء الله تسمعوا عنها قريب، سواء مع شركات المحمول سواء جوه مصر او بره مصر، او مع عدد اخر من الشركات الشاشات والاجهزه، بحيث تكون واتشت متاحه على ريموت كنترول ولانشر بار باذن الله بتاع كل الشاشات، بالتالي نقدر نوصل لكل المستخدمين في جميع انحاء العالم. الاعمال الدراميه زي ما كنت بشير لحضرتك ان احنا ان شاء الله معانا من بكره يوم 2 مارس هينزل مسلسل تحقيق على منصه واتشت بشكل حصري، ده اول اعمالنا الاصليه، فطبعا هو متوفر عندنا على المنصه مش هتلاقوه عند اي حد تاني، بيجمع عدد من نجوم الدراما المصريه والسينما كمان، فان شاء الله يا رب يكون يعجبكم. هو عمل ليه علاقه بالاثاره والتشويق في اكشن، فان شاء الله يعجب العدد من الشباب، لان احنا كمان بنستهدف طبعا ان احنا نقدم محتوى يقدر يرتقي بالمنصه ويكون جاذب للشباب المصري وشباب العالم كله، دي كنا حريصين عليها جدا في واتشت. الحاجه الثانيه اللي هتكون معانا قريب ان شاء الله قبل رمضان ومكمله معانا في رمضان، برنامج جديد اسمه شيف بالبيت، ده عن الطبخ بشكل مختلف باعتبارنا منصه رقميه، وبالتالي كنا لازم نقدم الطبيخ المواكب للعصر، خليني اقولها بالشكل ده. بنعتز بالشراكه مع الهيئه الوطنيه للاعلام، كنا حريصين على تجديد هذه الشراكة، وان احنا نستعرض ماسبير والمكتبة الثرية الخاصة به، سواء من المسلسلات، من سهرات، من برامج تلفزيونية، من افلام وثائقية حتى موجودة في ماسبير، وكانت مهمتنا في الحتة ديت لان احنا بنهتم بيه ان احنا جميع اجيال سواء النهاردة او حتى الاجيال اللي جاية نحافظ لها على التراث، مش بس المصري، اقدر اقول التراث العربي، لان العالم كله تربى على ماسبير.